اهلا بكم مشاهدينا الكرام في عدد جديد من صالح جدا. اليوم انا حنسقسيو الرجل الجزائري وشنو هي الصفه اللي ما يحبهاش تكون في المراه، ونسقسيو المراه نشوفوا وشنو هي الصفه اللي ما تحبهاش تكون في الراجل. ما نطولش عليكم، تبعوا معنا. مظن شنو هي الصفه اللي ما تحبيهاش تكون في الراجل؟ الصفه تكون في الراجل ما يحبهاش هي الحقره. صح بزافهم بزاف. ما نحبش لا نيف بالزيتي. النفاق. الخيانه والخدع والكذب. خرجات في كل وقت. ما نحبش واحد كذاب. نقريش. الإهمال والاهتمام واللامبالاة. صفة النميمة. الكذب. ما يكونش مشحاح. الغيرة. الخداع. العناد. تخرج بزاف. ما نسيبهاش مع بزاراتها، ما نسيبهاش بريحة البصل. وشنو هي الصفة اللي ما تحبهاش في المرأة؟ الخرجة كل يوم. واش رقاد بزاف، هم يرقدوا بزاف. تاع الصباح قالوا لنا شروا لي ماشينة كافية، تنوض الصباح تلقى القهوة واجدة. ما نحبش الكذب. وانت وشنو هي الحاجه اللي ما تحبهاش تكون في المراه؟ كثره الكلام. وانت يا مدام تهضري بزاف. ويقول لك فيه نساء اللي تعاود نفس الكلام تكرر ربما 10 او 15 خطره في اليوم. هذه انت ما تحبها. هذيك ما حب الانسان كيقول كلمه سي بون، يعني ما تبداش تكرر. هذا هما يكرروا الكلام بزاف. كاين صفه في المراه، صفه بصفه عامه في عده نساء، انه فيه تكرير في الكلام. لا مبالاه وعدم الاهتمام لا احبها في الرجل. هذه هي. علاش؟ خاطر كي يهملك الرجل تحس روحك لك وحدك. تقليد اعمى. فوريكزومبل. التقليد الاعمى في اللباس مثلا. اللباس مثلا، حتى طريقه التسريحات الشعر. الصفه اللي ما تعجبنيش في الراجل انه يكون ما يحترمش المراه. ايه، اللي تدخل روحها في حوايج. هذه علاش المراه ما لازمش تدخل روحها؟ ماشي ما لازمش تدخل روحها. شغل لازم تكون تحشم المراه، لازم تحشم. الخداع. عندك باسكو راهي اي بزاف هذه الصفه. تهضر بزاف، تقلقك، تكون مقلق من الخدمه وهي تزيد عليك. يعني ما لازمش المراه تهضر بزاف. ما لازمش تهضر بزاف. كاين اللي صريح ابعد الحدود، وكاين اللي كذاب ابعد الحدود. مثال، عندي مثال نعطيه لك. زوجي اللي كنت عايشه معاه ما كاينش كيف نقول لك، الكذب عنده كيما الماء وكيما الهواء اللي يتنفسوا. هي الصفه اللي ما تحبيها؟ اكره حاجه. وردان الهضره وتخشان الراس. تخشان الراس؟ تخشان الراس. علاش هما يخشنوا راسهم شويه؟ بزاف. ولاو يحبوا لا ليبرتي. لو يحبوا لا ليبرتي بزاف بزاف. اتخ فيمور جيم با. جيم با سا سورتو سا. جيم با باسكو ميم انفان ابار داتخ فيمور اي اون بلوس سي كومبليكاسيون لا مالادي. ما نحبش المرا تخرج بزاف. تريح في الدار؟ لا ماشي تريح. ضرورية تخرج نورمال. مي تخرج بزاف كوريا ما مشكل. مشكل. كذاب. يكذب باسكو يكذب يدير كلش. علاش الرجال يكذبوا؟ بزاف. تالموند غير من جارتها، غير من حباباتها، غير من لافامي. بريمير ايطاج، دوزيام ايطاج، واش نقول لك؟ لي فواتور، ماذا بيا تكون عندها لا فواتور خير. سي صا. لا نيرفوزيتي. تدي غير الحاجة مش مليح. سان سا ديغي إل سرا با كونسيون، إل في دي شوز بيت. وتأدي الطلاق سي سيغ. وين كنت؟ وين رحت؟ وين؟ ما بغيتش. ما تحبش تقول لك وين كنت؟ لا لا، ماشي دو زونطو كل يوم. ما نحبوش يسكر، ما نحبوش شغل تاع اللي من الفيزيو تاع النساء، تاع اللي يسهر ويضرب النساء، هذو اللي ما نحبهمش انا في الراجل. كنت حاور انت وياها في كاش الاخر وتعندك غالبا. ايوه. وراجل اللي يشرب الخمر هذا هو صفته. وكذاب صح، سيرتو حقار. حقار سيرتو. كاين دوكا رجال اللي حقرا. كاينين كاينين، ونتمنى ان شاء الله هادو الحقارين ربي ياخذ الحق فيهم. ما نخدمش هذه، ما نعرفش هذه، ما نطيبش هذه. دونك تبين هذه بيان سور. دونك سي الي فيسيوز باسكو المراه نورمالمون ماشي غير كي تتزوج تروح تقول لك انا راني متزوج عندي هكذا مارياج. نو، هذا تخدم، لازم تقوم بدارها. تقوم بدارها. كاين صفات بزاف ما يتحملوش. كاين راجل منافق، كاين راجل منافقين، ماشي غير يقولوا حنا نسى. كاين راجل نمام، كاين راجل يكذب، كاين راجل يدير هذا بهذا، كاين يدير بين ولادو. تنقريش. تنقريش بزاف ما بغيش. كاين شي نسا يكرهوا الراجل الزوالي. هي حقيقة عن تجربة عشتها. كاين شي رجال زواليين ومرجال بحولة. الغيرة، اللي يكون عندها الغيرة بزاف. المرأة تكون عندها غيرة بزاف. تدير مشاكل عائلية بزاف. انتم مشاهدينا الكرام، كان هذا هو موضوعنا اليوم.
وانتم ما تنسوش اذا حبيتوا تقترحوا لنا مواضيع تبعتوا لنا عبر البريد الالكتروني الظاهر اسفل الشاشه. سلام.